امبارح للأسف فقدنا أيقونة من أيقونات محاربات السرطان، أيضا رائدة من رائدات العمل التطوعي الخيري والإنساني الدكتورة أنيسة حسونة اللي رحلت بعد رحلة عطاء طويلة جدا، أيضا رحلة معاناة مع مرض السرطان اللي هزمته مرتين لكنه للأسف كان صعب عليها جدا في المرة الثالثة، ورحلت مصحوبة بحب ودعوات الملايين من المصريين. زي ما قلنا لحضراتكم هيتم تشييع جثمانها النهاردة بإذن الله، يعني عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في 6 أكتوبر. بعد رحلة عطاء طويلة رحلت واحدة من رموز العمل التطوعي، صاحبة قلب ظل ينبض بحب الخير وعقل أنهكه التفكير في آلاف المرضى من الأطفال، حتى استسلم للمرض الذي طال جسدها وظلت تحاربه لست سنوات قبل أن ترحل مشيعة بحب الملايين. هي صاحبة القلب الكبير أنيسة حسونة. ولدت أنيسة حسونة في 22 من يناير عام 1953 بالقاهرة، وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. بدأت عملها كملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت لمدة 14 عاماً في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية. كانت أول سيدة تنتخب أميناً عاماً للمجلس المصري للشؤون الخارجية، وتم اختيارها من قبل مجلة Arabian Business في عام 2014 على قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة. الأستاذة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان، كاتبة وباحثة سياسية ومن أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية. كان آخر ظهور لها منذ أيام في احتفالية المرأة المصرية، وحصلت على تكريم من السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. وظهرت علينا أنيسة حسونة بجسد طاله المرض وظهر عليه الوهن، لكنه لم يطل ابتسامتها التي ودعت بها الآلاف قبل الرحيل. يعني رحمة الله على الدكتورة أنيسة حسونة وألهم ذويها الصبر والسلوان.